نحن دائما منردد ومنقول انه الرب يسوع المسيح عنده طبيعتين، طبيعه الهيه كامله وطبيعه انسانيه كامله. شو معناتها هالكلمتين؟ وكيف ممكن يكون في طبيعتين بشخص واحد؟ وهل في طبيعه بتلغي طبيعه اخرى؟ او هل بالاحرى في طبيعه بتتغلب على طبيعه اخرى؟ اكيد لا. اول شيء تنقدر نوضح شو معناتها طبيعتين، بدنا ننتبه لهالكلمة اللي نحن منقولها بدستور الإيمان. نحن منقول أنه يسوع هو مولود غير مخلوق. شو معناتها؟ ليش منركز على هالكلمة مولود غير مخلوق؟ لأنه إذا قلنا مخلوق يعني قبل ما هو ينوجد ما كان موجود، وهون هيدي بس بتطبق على المخلوق، بتطبق على الإنسان. أما لأنه الإله أو الله هو دائم الوجود، فبالتالي ما بنقدر نقول عنه مخلوق. من هون بنعرف انه الله الدائم الوجود، طبعا هو طبيعته لله شو هي؟ الطبيعه الالهيه الكامله، لانه الله منه ناقص. هلا لما اراد الله من محبته للانسان يصير انسان، تجسد. كيف يعني تجسد؟ يعني بده ياخذ طبيعتنا البشريه نحن، يعني اخذ طبيعه بشريه كامله. هالطبيعتين هن ماشيين مع بعضهم، ما بيلغوا بعضهم. مشان هيك منشوف انه لما يسوع كان عم بيعيش التجارب وكان عم بيعرق، وحتى نزل من عرق وقطرات دم، هيدي كانت ملء الطبيعة البشرية. ولكن كان عم بيعلمنا الرب انه نحن كمان ناس، لما نحن منتحد بالله بصير في عنا نعمة إلهية. تنقدر نفهم أكثر شو يعني الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية، بدنا نفهم طبيعة الله بالأساس. إذا طلعنا بالشمس أو إذا أخذنا شمعة وولعنا الشمعة، شو بيصير في عنا؟ نور ونار وحرارة. إذا سألنا شو إجا قبل، الحرارة أو النور أو النار؟ ما في جواب، لأنه ثلاثتهم مع بعضهم موجودين. بس إذا منطلع بالشمعة منشوف نحنا فلام وحدة، يعني شعلة وحدة. طب كيف هيدي الشعلة هي وحدة وفيها ثلاثة، وثلاثة مش منفصلين عن بعضهم وبنفس الوقت هن ثلاثة ثلاثة؟ كيف هالثلاثة هن واحد؟ هذا مثل بسيط قدامنا. وهيك الله، الله طبيعته الثالوثية، يعني لما منقول آب وابن وروح قدس ما منكون عم نحكي بتدرج، منكون عم نحكي بثلاثة بس هني واحد. يلي تجسد وصار إنسان هو بمعنى الابن. ولما منقول نحن كلمة ابن بالكنيسة ما منكون عن ابن خلق من بي، أكيد لا. ولا منكون عم نقول أنه في البي قبل الابن، كمان لا. ولا حتى منكون عم نحكي بالمفهوم البشري مثل ما بي بيتجوز امرأة وبيجيب ولد، لا. نحن نقدر نبسط هالعبارات ونحن نفهمها على المستوى البشري، استعملنا كلمة ابن الله يلي هي كلمة الله، يعني هو طبيعته إلهية. ولما منقول ابن الإنسان يعني هو طبيعته بشرية. فالرب يسوع المسيح هو ابن الله وابن الإنسان، طبعا مش بمفهوم الزواج والعائلة البشرية، بمفهوم الطبيعة. فاللي تجسد قدامنا هو الله نفسه. بهل معنى هيدا نحن منسميه ابن الله وابن الإنسان؟ يعني هو ولا لحظة على الأرض انفصل عن طبيعته الإلهية، بقي إله بكل معنى الكلمة، ولا مرة كان مفصول عن طبيعته البشرية. وإذا ضعنا نرجع نتذكر مثل الشمعة، نحن عم نشوف شعلة واحدة، ولكن هالشعلة هي نور ونار وحرارة، ما في أن نفصلنا عن بعضهم لأنه ما بينفصلوا، وما فينا أن نعرف أي واحدة انوجدت قبل لأنه ما فينا نوجدوا مع بعضهم. وجودهم ثلاثتهم مع بعضهم بيعملوا شعلة واحدة، ووجود آب وابن وروح قدس بيعملوا إله واحد.